بين كل فينة وأخرى نسمع أخباراً عن مشاهدة مخلوقات غريبة أو التقاطها عبر الكاميرات في مختلف أرجاء العالم، كصياد كان أن يصطاد وحشاً صدفة، أو شخص عثر على أثر لقدم مخلوق عملاق بفناء منزله. على غرار ذلك نحن لا نأخذ الأمر بجدية، لأنه كما يعرف الجميع فإن بعض الناس يهوون اختلاق هذا النوع من الأساطير، لكن الأشخاص الذين سنعرضهم في هذا الفيديو كانوا محظوظين كفاية لحمل الكاميرات معهم ليلتقطوا أشرطة وصورا للمخلوقات الغريبة. ربما سيستطيع العلماء تفسير طبيعة هذه اللقطات المصورة والمثيرة للقلق، وإلا فعليهم الإقرار بحقيقة وجود كائنات غريبة. في هذا الفيديو سنعرض عليكم 5 كائنات غريبة تم التقاطها بعدسات الكاميرا. الشخص الغامض. تمت ملاحظة ظهور شيء غريب على لقطات من تسجيلات كارثة تسونامي باليابان في يوم الجمعة 11 مارس من العام 2011. تعرض شمال شرق اليابان لزلزال بلغت قوته 9 درجات على سلم راشتر، ووفقا للعلماء فإن مثل هذه الزلازل القوية تحدث مرة واحدة في كل 600 سنة. سبب الزلزال التسونامي الذي بلغت أمواجه الضخمة 30 قدما، كما أن ما يقرب من 15 ميلا مربعا من الأراضي اختفت بسبب المياه، كما دمرت العديد من البناء. 16,000 شخص لقوا مسرعهم و2,000 في عدد المفقودين. بعد مرور الكارثة انتشرت مجموعة من الفيديوهات على الانترنت، بعضها تظهر كائنا غامضا والذي من الممكن أن يكون حقيقيا ما دام العلماء لم يكتشفوا بعد آلاف الأصناف التي تعيش بالبحر. إن هذه اللقطات على سبيل المثال والتي أخذت من أحد الشهود تظهر وحشا غريبا له ذيل وهو يخرج من المياه ليختفي بعدها. يذهب بعض الناس إلى الاعتقاد بأنه مجرد جهاز أو تفاعل كيميائي ما نتج عن تلامس مواد كيميائية مع المياه، لكن إلى حد يومنا هذا لم يستطع أي شخص الإدلاء بتفسير لائق. الدودة العملاقة من أيسلندا. تتحدث الأساطير الإسلندية القديمة على وجود كائن يشبه دودة عملاقة يعيش في بحيرة متجمدة تدعى ليغارفليوت. تم ذكر هذا الأخير لأول مرة سنة 1345، وفي سنة 2012 تمكنت كاميرات محلية من التقاط لقطات للوحش وهو يسبح تحت طبقات الجليد الرقيق. كما يذهب المشككون إلى تفسير الأمر على أنه مجرد قطعة من شبكة صيد تسبح مع التيار المائي. على الرغم من ذلك فقد أقر العديد بأن الأمر لا يمكن أن يكون بتلك سهولة، وأنه ليس هناك أي سبب للنكران القاطع بحقيقة وجود هذا الكائن. وحش غريب بالصين. في عام 2015 وجد عمال الصرف وتخزين المياه حيوانا غريبا في المياه، وفي حيرة من أمرهم وضعه في قفص ذهبي، وكما هو واضح على الصورة فله مخالب وغير مكسو بالفروة. أجرى المخلوق العديد من المحاولات التي باءت بالفشل والتي كسر بسببها 2 من أسنانها. يذهب العديد من الناس إلى الاعتقاد بأنه مجرد كائن مائي أسطوري من الفولكلور الصيني، بينما يظن آخرون أنه مولود دب فقد شعره بسبب المياه الملوثة. ومع ذلك فلم يستطع أي شخص شرح حقيقة وأصل هذا الكائن. وحش السباجيتي الطائر. تم تسجيل هذا الفيديو في يونيو من العام 2015 من طرف مجموعة من عمال النفط بسواحل أنغولا، وعلى عمق 1400 يارد تم التقاط مشاهد لمخلوق بحري غريب من طرف كاميرات غواصة. إنك لن تجد أي شيء مماثل لهذا المخلوق بكتب علم الأحياء الخاصة بك، والغريب في الأمر أن هذا المخلوق شبيه بإله الجنة المذكور في ديانة باستافاريسم والمسمى بوحش سباجيتي الطائر. إن علماء بريطانيين من مركز علم المحيطات يظنون بأن هذا الشيء يمكن أن يكون نوعا من السحاريات، وهي كائنات بحرية تعيش على شكل جماعات والتي قد يبلغ طول الواحدة منها 65 قدما، وهذا تقريبا الشيء الوحيد المعروف عليها. نانغان. انتشرت في العشرين سنة الأخيرة شائعة عن وجود مخلوقات ضخمة شبيهة بالإنسان تعيش في مياه القطب الجنوبي المتجمدة، وتدعى هذه الأخيرة بنانغان. إن هذه الكائنات البيضاء يبلغ طولها 100 قدم، كما أنها تملك أيدي أرجل وملامح تشبه وجه الإنسان، كما تظهر تقارير سفن مراقبة الحيتان لرؤية هذه المخلوقات. ولم تكن تلك المرة الأخيرة، بل قبل سنوات تم تسجيل لقطات لوحش عظيم تحت المياه، لكن صاحب المقطع لم يكشف عن هويته، وهذا ما دفع العديد إلى الذهاب بالاعتقاد أن الفيديو تم التلاعب به. وبما أن جودة الفيديو جد ضعيفة، فمن المحتمل أن يكون المخلوق في الواقع مجرد حوت أبيض أو سمكة المانتا العملاقة. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل أعجابك، ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية. تابعنا أيضا على حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الروابط أسفل الفيديو.